لو كان ده الحال في محافظة الجيزة، يا ترى المسألة كانت في محافظة الأقصر شكلها إيه؟ خلوني أقول لحضراتكم إن الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر كان عنده مؤتمر لشباب المحافظة زي المؤتمرات اللي بتعقد يعني للشباب في المحافظات، مش بس في الأقصر، في أكتر من محافظة يعني. أثناء انعقاد المؤتمر في شاب دخل للقاعة وعلى الطريقة بتاعة يعني الصعيدة كان شايل الكفن بتاعه وقال ما ينبئ بأن اللحظة كلها اشتغلت ضده، وأن الجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر يقف على حجر عثرة في مواجهة هذا الشاب، وأن يوسف رضا محمد يعني وصلت معاه الحكاية أن شال كفنه وأن المسألة بالنسبة له وصلت للآخر. خلوني أسمع منه هو نفسه، هو ليه عمل كده؟ المستثمر الشاب يوسف رضا محمد. يعني أستاذ يوسف، خليني أسمع من حضرتك، أنت شلت كفنك ليه؟ إيه المعوقات اللي واجهتك واللي اضطرتك إنك تشيل هذا الكفن عشان تواجه به المحافظ في مؤتمر شبابي فيبقى على الملأ؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. حضرتك، أنا يوسف رضا محمد، بمثل شركة خاضعة للقانون الاستثمار المصري وتوفر فيها جميع الاشتراطات التي وضعها القانون. حاصل حضرتك على موافقة مجلس الإدارة في المنطقة من قبل السيد المحافظ السفير عز سعد، ومن سيد المحافظ الوزير طارق سعد الدين، ومن سيادة المحافظ الوزير الحالي محمد بدر. تمام. كل الموافقات حصل عليها. تمام. واستلمت الأرض محضر ابتدائي، مشيت في جميع الإجراءات القانونية. جه في محضر التسليم النهائي محدش عايز يديني المحضر. ليه؟ عايزين يشغلون. ليه؟ الله أعلم. مين الجهة اللي منعت عنك تسليم المحضر النهائي؟ هو المحافظ. يعني المحافظة هي لحظة واحدة بس يا يوسف. بالضبط. المحافظة هي اللي بتسلم حضرتك؟ يعني اللجنة مشكلة من المحافظ نفسه؟ من المحافظ نفسه. المفروض تنعقد كل شهر اللجنة دي يا فندم، مش بنشوفها خالص. تمام. ولما واجهت المحافظ بالمسألة دي في المؤتمر الأخير قال لك إيه؟ اللي الورق بتاعك مش مظبوط، وممنوع انك تعمل في المنطقه الصناعيه محطه تموين سيارات عشان خاطر المصانع، ما ينصحش يعني. يعني الموافقات السابقه كانت موافقات فيها بعض التجاوزات. نعم. اللي ليه الموافقات اللي مع حضرتك السابقه كان فيها تجاوزات باعتبار ان المنطقه مش مسموح فيها بعمل ورشه سيارات، صح؟ مسموح بيها يا فندم. هو بيقول في المنطقه الصناعيه، انا خارج المنطقه الصناعيه، في المنطقه الخدميه المجاوره للمنطقه الصناعيه. تمام. لما هو سعادته فاهم صوره ثانيه. طب مين اللي فهمه؟ الله اعلم. كده انت جبتي الصح. مين فهمه؟ في حد بيفهمه؟ هو كان زي الفل في المحافظه، وكان تمام ومساعدنا، وقال انا موافق، وقعدت معاه اكثر من مره واستقبلني استقبال كويس. بعد كده قلب علي. ليه؟ الله اعلم. طيب انا بقيت يعني شويه ببقى متحفظه تجاه الطريقه نفسها. لما دخلت انت بقى على القاعه وانت شايل كفنك، المحافظ كان رده ايه؟ يعني وصلت لايه في نهايه الامر؟ قلت في لجنه مشكله حاليا وهنشوف هيديني حقي ولا هيوديني فين. يعني انت عندك ميعاد لمقابله اللجنه؟ بالظبط. امتى؟ بكره باذن الله. طيب أنا بكرة هكلمك يا يوسف مرة تانية علشان نفهم المسألة دي، وخلينا نتفق أنا وإنت على حاجة. وإحنا بندور على حقنا لازم نبقى عندنا يعني معيارين. المعيار الأول إن إحنا بنتفق مع كل اللي القانون قاله، حتى لو إحنا مستائين من القانون في بند من البنود، لكن إحنا بنخضع. بحترم القانون يا فندم. أنا تمام. بحترم القانون، وأنا تمام. بناشد السيد المحافظ أن يصدر قرار. أنا بقدر وبحترم السيد المحافظ كشخصه، ولكن بحمله المسؤولية كاملة كمسؤول. بص بقى يا يوسف، بالتخصيص. شفت يا يوسف، أنت ما صبرتش حتى تسمع، وده جزء أساسي من مشاكل الجيل اللي حضرتك بتنتمي له. لو كنت اديت نفسك فرصة قليلة كنت عرفت إن أنا كنت عايزة أوصيك التوصية التانية، ما تروحش لمساحة الغضب اللي تخليك تملي ما تريد. ليه؟ علشان الخطوة التانية والتالتة والرابعة يبقوا ملكك. لو استخدمت اللغة دي على طريقة مصرف كيمة
يبقى احنا هنا ما بنستندش لمكارم الاخلاق. خلينا نصبر لبكره ونشوف المحافظ هيشتغل ازاي، اما انه هيفاجئنا ويطلع لنا الورق علشان يحطه قدام عينينا فيقول ايه التجاوزات اللي في الورق ده اللي منعته او اجلته، او انه هيخصص لك الارض وتخلص المشكله. تمام كده؟ تمام يا فندم. خلاص ارجوك كده. في مشروع تاني معايا برضو نفس المشروع برضو واقف مش عارف ليه برضو. لا ما المشروع سياحي ومبنى سكني سياحي يا فندم على ارض ملكيه خاصه. المشروع ده في مدينه الاقصر، مستوفي جميع الاشتراطات القانونيه. مش ملاحظ ان في حاجه غريبه؟ كل حاجه معاك مستوفيه، كل حاجه، بس ما فيش حد راضي يديك موافقه؟ مش عارف ايه السر في كده، الله اعلم. اروح لمين؟ لا ما تروحش. حاجه وصلت لها موضوع الكفن ده عشان اقدر اوصل صوتي واخد حقي. طيب احنا بكره هنتواصل مع المحافظ وانت هتكون معانا، وانا هحاول اشوف ايه الموضوع، بس هرجع واوصيك لان في اللغه نفسها في حده كده، يعني اعتبرني زي اخت ليك. وانت بتدور على حقك ما ينفعش طول الوقت تبقى قاسم الصفحه ابيض واسود. انا كل حاجه عندي بيضه بس الطرف التاني كل حاجه عنده سودة، لان الحقيقه عمرها ما بتكون كده. واحنا بكره هيبقى بيننا مداخله وهنشوف المساله هتمشي ازاي. انا بشكرك شكرا جزيلا يوسف رضا محمد، وده المستثمر الصعيدي اللي حضراتكم سمعتوه من الاقصر، واللي دخل على الدكتور محمد بدر وهو شايل الكفن بتاعه. وارجو ان الدكتور محمد بدر يبقى واخد باله ان القاهره بمركزيتها مركزه. اذا كان الورق بتاع يوسف به اي تجاوز يبقى هتطلع وتقوله بشكل واضح، لان ان احنا نسيب في نفوس ولادنا مراره ده معناه ان احنا بنشتغل ضد الدولة وبنشتغل ضد انفسنا وضد ولادنا، وده مش هو المطلوب. لان الرئيس بيقول زراعة الامل، لو ما عندناش اخطاء في الورق يبقى هنخصص له وهنعتذر حتى لو انت المحافظ. ولو الورق ده طلع فيه اخطاء يا سيادة المحافظ الدكتور محمد بدر محافظ الاقصر، هيبقى مطلوب من حضرتك تقول الأخطاء دي مين اللي وقع عليها في السابق، ويتم على طول تحويل الملف بالكامل للرقابة الإدارية. دولتنا الجديدة بتقول الإعلاء من دولة القانون والإعلاء من المحاسبة، لكن إن احنا نسيب عند ولادنا مرارة علشان نقول لهم إن الجهاز التنفيذي في الدولة هو جهاز يعني دمه تقيل وبيعصلج الحاجات والموظفين دورهم يصعبوا الدنيا وما يختموش الورق وما يسهلوش الأمور، يبقى احنا بنخدم على أجندة من يريدون هدم الدولة.